اسمه مزيان سيزون 5. مرحبا في اسمه مزيان صباح النور. 8:36 دقيقة، مانيش وحدي، معايا الخالص توفى البي، معايا مريومة، معايا جيهان، معايا مروان، معايا طلوس، معايا نهورة، معايا باسم، ومعايا سامي، ومعايا انتوما اكيد المستمعين. مرحبا بكم من ما يوصلكم صوتنا. كما قلت ثلاثة ألعاب في اسمه مزيان، كل ساعة عنا لعبة. دونك اللعبة الثانية اخترنا باش تكون موجهة لكم انتوما اللي تسمعوا فينا في الطريق، طريق السلامة للجميع، اللي شدوا ثنية للخدمة ربي يعينكم، اللي مازالوا هكا اون روت نقولوا لهم طريق السلامة واحدة واحدة، إن شاء الله موانسينكم. تحية خاصة للتاكسيات والواجات وكل مستعملي وسائل النقل العمومي. اللعبة هذه موجهة لكم كما قلت واسمها الكلاكسون. الكلاكسون حذر الكلاكسون تاع الكهرباء، الكاميون، وسيله النقل اللي انت فيها، على خاطر الكلاكسون هو اللي نجم يربحك معانا اليوم كافيتير بقيمه 160 دينار من هداك نوزافام. باش نسال ثلاثه سؤالات، يلزمكم تجاوبوا زوز اجوبه صحاح من ثلاث، اثنين على ثلاثه يخولوا لك باش تربح معانا الكافيتير اليوم. ثلاثه اسئله، كل سؤال الاجابه نتاعو هي رقم، ما تجاوبناش بالكلام، تجاوبنا بالكلاكسون. اليوم باش يلعب معنا سي كريم المحمودي من المنستير. افرحوا لي بسي كريم. مرحبا سي كريم. مرحبا صباح النور. ان شاء الله نهارك اسعد الايام يا سيدي. عايشك خويا. في فورما؟ تنجم تقول. ان شاء الله ديما في فورما، بداية اسبوع اكيد نبداو مستبشرين متفائلين ان شاء الله. به اهم قاعدة واهم نقطة يلزمها تتوفر في المشارك في اللعبة هذه، اللي يلزم يكون في وسط كرهبة. انت في كرهبتك تو نتصور. وبحذاك ال ديجا زيد سمعنا بالله يا خويا خاطر نسمعوا. فوالا فوالا كي نسالك مثلا تيتر ديكزومبل باش نفهموا مع بعضنا قانون اللعبه، كي نقول لك قداش من واحد راكب معاك في الكهرباء سي كريم؟ حتى حد يا سي حتى حد. كي نقول لك الكهرباء قداش فيها من عجله يا سي كريم؟ فوالا سيدي سكون يا سي كريم. باهي دونك سي كريم باش نسالك ثلاثة أسئلة كما قلت، يلزمك تجاوبنا على الأقل على زوز أسئلة باش نجم تفوز معنا بالكافيتير. اتفقنا سيدي؟ نتوكل على الله. نبداو يلا. السؤال رقم واحد يقول، احنا اليوم 3 فيفري 2020، في بالك اللي عام 2020 هو سنة كبيسة، عام 2020 فيفري باش يكون فيه 29 سنة. في بالك سي كريم ولا؟ أي. تخي بيان. دونك سؤالي ليك، السنة الكبيسة هي السنة اللي تجي فيها 366 يوم، يتزاد فيها نهار 29 فيفري. قداش، كل قداش من عام تجي السنة الكبيسة يا سي كريم؟ إذا الإجابة هي أربعة. الإجابة أربعة، برافو، بيان سور الإجابة صحيحة. باعتبار السائق. السؤال رقم اثنين يا كريم. فريق كرة الطائرة الفولي، قداش فيه من لاعب سي كريم؟ الإجابة هي ستة هكا. ستة الإجابة، وبيان سور الإجابة صحيحة، برافو يا كريم. برافو برافو. احنا هكا تو ضمنا على الكادو نتاعنا يا سي كريم، فقط مازال لنا السؤال الثالث والأخير. الجذر التربيعي للرقم 9، الغاسين كاري، الغاسين كاري نتاع 9 نتاع 9، قداش بالضبط سي كريم؟ الجذر التربيعي هو العدد اللي كي نضربوه في روحه يعطينا 9. ذلك الإجابة سهلة بيان سور، الإجابة الصحيحة هي 3. برافو يا كريم، يعطيك الصحة ومبروك عليك الكافيتير 160 دينار من هداء كنوز اف ام. الديديكاس راه تنجم تعملها توا من غير كلاكسون، تفضل سيدي. مرحبا بكم، ونسمرتي بيان وعملت شوها قدام الناس، عملت برشا مشاكل راهو قريب كازولي كهرباء، الناس انتوا علاش بك تزمر بشوية جايز، تعرف تونسي الصباح كيبدا الأعصاب. احنا جوستوم هذا الأوبجيكتيف نتاعنا الصباح، نحبوا الناس تتفرهد الناس تعمل امبيونس في الكياس، وخاصة تفكروا العباد اللي فكرهم باش نونسوهم ونربحوهم معنا. شكرا لك يا سيدي من عشقة، تحب تعمل ديديكاس للعائلة للأصحاب لزملائك في العمل، فازي. شكرا
والله نشكر الناس تعرفني كل والفامي كل وشان عارفكم زين ومسيب يعني. نارك أسعد ليام، تحية ليك وتحية لكل مستمعين في المنستير على 98 وين ما يوصلكم صوتنا على www.knuzfm.net. شكون عنده كلمة؟ أنا عندي كلمة، كان سي كريم مازال معنا والعلم. لا ما عادش معنا سي كريم. بدي أقول شكون عجبك في الغناء. عندي كلمة قول جعد. أنا جاي هذيك أكثر كلمة نسمع. مروان مستعد للمسابقة هذه ندخل فيها سبونسور معاكم غدوة بربي عدد سكان الهند. نكملوا العام الجاي إن شاء الله. نربحوا زمارة غدوة برا. ما تنساوش مازالت عنها ألعاب أخرى في المباشر في اسمه مزيان.